مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في نشرة السادسة من بوابة الوطن، واللي هنقدم فيها عدد من اهم الاخبار. اب ينقذ ابنته من امام عجلات قطار في محطة الاسماعيلية. مصور الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قال في تصريحات خاصة للوطن ان الفتاة كانت برفقة والديها وكان قادمين في القطار القادم من السويس، وبدلا من مغادرتهما القطار عن طريق الرصيف والنفق قرر الاب وابنته ان ينزل عبر السلم الداخلي في الاتجاه الاخر. إلغاء مئات الرحلات الصينية إلى مصر بسبب كورونا. قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إن العديد من شركات السياحة الصينية ألغت رحلاتها إلى مصر والتي كان من المقرر وصولها خلال 15 يوما المقبلة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية لمحاصرة فيروس كورونا. طقس الغد شديد البرودة ليلا. توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة، مع وجود فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية. ورياضياً، أزمة جديدة بين كارتيرون ورئيس الزمالك. تسبب مدرب الأحمال في وجود أزمة حقيقية بين رئيس الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث طلب الأخير أكثر من مرة التعاقد مع مدرب أحمال وهو ما يرفضه رئيس النادي. وأخيراً، استقرار أسعار الذهب وعيار 21 ب 690 جنيه. بكده تكون انتهت نشرتنا النهاردة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الوطن نيوز.com.